يحكي وبطل يعرف يحكي بطل يعرف يحتك بالناس ويحكي مع الناس مثل ما هو كان. في فيلم هاي فوابير كيف ذكرت أزامي. جمهور جورج والسوف قصة تانية وحالة خاصة ما فيك إلا ما تتوقف عندها. من كل الأعمار، من كل المناطق، من كل الفئات، أبو وديع وحده قادر يجمعهم. حكيت معي للغير ما تحكي معي يا عيوني عند الناس ما خلت وعي وردت كلهم بينطروا طلتوا على المسرح وبالآلاف بيملأوا المدرجات وبيتفاعلوا مع كل حركة مع كل غمزة ومسحة وأكيد مع كل غنية حافظينها من الأول للآخر مثل كل أرشيف مطربهم المفضل. عند جمهور جورج والسوف كل الأغاني بتنحب وبتنحفظ وحتى عبارات أبو وديع على المسرح إجاباته بمقابلة تعليقاته كلها بتصير مثل حوارات مسرحية بيرددوها بيومياته. هالجمهور عنده لهفة خاصة للوسوف فهو حاضر يلاقيه بالمطارات عالطرقات وحتى بالبيت بالورد الشموع والصلاة. بحنية غريبة واهتمام صادق وخوف على صحته وغيرة على أعماله جمهور الوسوف ما بيغيب عن فنانه المحبوب وبيتمثل فيه بحركاته قصة شعره دقنه وتيابه تيصيره المنتمين للحزب الوسوفي بيشبهوا قائدهم الشعبي سلطان الطرب اللي سلاحه صوته والغنية. علاقتك بالجمهور غريبة غريبة؟ عندك حزب اسمه حزب الوسوفي تعرف بيدولك شموع بيزوروك ببيتك بيخافوا على صحتك بيطالبوا فيك وين ما بتكون بالمطارات بالشوارع بيلاقوك ما منشوفها كتير. هيدي قصة حب كبيرة ما حكينا في كتير هيدا ايه لا بس انه ايه اكيد تحكي فيه لانه هيدا رصيدك ما انا حكينا فيه ما حكينا فيه ايه بس حكينا على الان فيه عظيم بس هن بيحبوك بس بيحسبوك يعني لما يكون في شيء ما بيحبوه بتحس انه بحسبوك ولا بحبوك على كل شيء؟ ما بدي اقولها كبير يعني انه لا قولها كبير خالصين شو بعرف لا شو بدي احسبوني؟ طب انت بتحب ما بعمل شيء انا انا ما بعمل شيء بس انت بتحب انه يحبوك بكل شيء يعني مثلا انت اوقات في انسان في انسان بالدنيا ايه؟ ما بحب انه الناس تحبه شو ما عمل بتحب اخلاقياته والسلوك تبعه كيف بيغني كيف بعامل بشر بعامل الناس اللي بتحبه. عم تحكي عن كل الايجابيات اللي فيك بس اوقات ما عندي ولا سيئه اوقات بس عصب خلص ايه زيحوا من تحبوني ايه وبعدين خذوا شيء اللي خلصوني يلا بعدين تعبان بس تعرف بحبوك مش لان يعني انت تعصيبك يعني نابع عن انه انت بحاجه لترتاح طبيعي إيه طبيعي لانه فيه ما يعني ما في استفزاز شوي طيب بس الجمهور اوقات طب حدا بروح ما ياكل من مطعم بيرجع بلا اكل لا اكيد انا هيك طب بس الجمهور اوقات بحب اغاني لإلك انت ما بتكون بتحبها يعني بياخذ كل شيء لا بالمره بسير قدر الامكان
مش ما اكون بحبها، بتكون ما لها جائزه لغنية انا والفرع اللي معي. بس بتلاقي ان الجمهور لازم يسمع كل شيء او كل نسية انا بعرفها، لازم ينقي اغاني حلوه، ولا الوصوف شو ما بيغني لازم نحبه؟ شكرا. ها هي لازم نحبه شو ما غنى، مش لازم هيك شو بعرف اللي فرضين علي. طب الفنان ما بتصير يتكل مثلا، هلا بيجي لك بتقول انا الوصوف خلص راح يحبوا مني كل شيء؟ لا هيدا الفرق، الا في مسؤوليه هيدي ما بنساها ولا ثانيه. هون بدي وصلك، بدي اطلع بكل شكل لي قدام الكل، بدي اغني له من كل قلبي، نص قلبي ها اكيد. والوحيد يلي ما بستخف ولا في شيء هو عملي، يلي هو بس اطلع على المسرح ولا باي شكل. ولما تغني من نص قلبك وهن بيغنوا لك نص قلبك بيغنوا معك كل الوقت دائما بيسلطنوا على اغانيك ولا بيحبوا هيك؟ بيزعجوا منهم خلص كفي انا. طب ابو وديع، يعني اللي عم بتشوفه حواليك، كنا فتحنا شوي موضوع البين قوسين قلت لي قبل اللي هو الفن اليوم، وقلت لي ما في فن. ايه هلا صار بدنا نحكي. ما هيك؟ انت ببين عليك لما تكون بدك توصل رساله وبتقولها دغري، ما بتلف وتدور. بدي لك كلمه، قلنا الحقيقه شو انا بغني، بعتقد بغني صح. بعتقد وبغني، بعتقد معلم طبعا بالمغنى صح، بعتقد ما بعرف صحيح. هلا انا متاكد بس بعتقد على ما تعتقد، ما تعتقد على المطربين والمختصين والجمهور بيعرفوا هيك. ايه حتى السائل ما بتقدني، الحمد لله رب العالمين. ليكي من كل قلبي بحكي، انا بغني له من نص قلبي، واثق من حالي انا شو بغني، واثق من حالي انا شو بعرف، شو انا اللي بعرفه انا اللي كسبته بحياتي من الفن، بعرف فايدة بكاسة عادية. هلا في ناس محبتهم يمكن ما بيعرف شو بغني، هذا شيء ثاني اكيد. في ناس هيك بحبوه ما بتعرف، في ناس بيقولوا لي محل ما لازم يقولوا اي فئه بتحب اكثر، اللي بحبوك لان بيعرفوا شو بتغني، ولا اللي بحبوك لانك انت هيك؟ فئه ب يا نصيب صرنا. لا لا بحب الكل، مطلق شخص بحب، بدي احبه غصب عن راسي، واللي ما بحبني بدي احبه، يعني بيضلني وراه ليصير يحبني. اخذ حقك كثير. طب ليه بتقول الفنان الحقيقي حقه مهدور؟ إذا أخذ حق على أي حق عم بتدور؟ أنا يمكن الله أعطيني موهبة الاحتيال علي، ما بعرف مش احتيال، سوري أنا من هالكلمة. لا بطل هلا ما بعرف وضعي معهم، أنا اللي ما بعرفه، بطلع رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. بس في نجوم غناء كبار كانوا انمسحت أحلامهم بسبب أسماء جديدة طلعت، يعني تغيروا كأنه ميزان أو مقياس الفن، مشان هيك بتقول إنه اليوم ما في فن، في نجاح؟ ما بعرف شو إحساسهم هن، بس يشوفوا إنه حدا طلع بدي أثر علينا أو شيء، أنا ما بطلع ولا بعرف اسم. طب بس في أسماء؟ لا بل سائل الكل. مظبوط. والله مرة شفت مطرب قال لي إيه، كان عندي شاب رسام عندي صاحبي حبيبي، قال لي مالي ما هيدا مطرب جديد شيء كثير حلو. طلعت شايفه هذا. أنا جبته لعندكم على روتانا. مين الشاب؟ وحياة أمي ما بعرف اسمه. المشكلة مش بس بهاي، يعني أنا بعرف إنه حتى لكن ما في إنسان إلا بده ياكل رزقته بهالحياة، إن كان محبة ولا إن كان مادي ولا أي شيء، الله كتب لك إياه بدك شو فيه، ولا حدا في يوقف بطريقك مين ما كان يكون، العبد ما في يوقف باللي كانت وربي بتعليك. صحيح. في فيلم هاي فوابير. كيف ذكرت أزين؟ إيه بس رح تذكر كل شيء. هيفا طب من الله. يمكن رب العالمين بيعرف انه طيبة من جوا، انسانة كريمة، شو بتغني هاي فوابة؟ يعني عندها غير شيء بحبه الناس على شكلها الحلو، ما بعرف. وأنا بقول الله وفى، إذا الله بده ينجي حدا إلهم حق يحبوها الناس؟ الناس عندها شيء من فضل الله يا بنتي. الله محببهم فيها. أوكي. شو بتغني هاي؟ والله ما بعرف شو بتغني. حافظ غني هدية. طيب كثير حافظ منها بس. طيب هيدي بلشت بلشت بلمزح، الله وفقها عادي، هي وغيرها وغيرها وغيرها. طيب ابو وديع، في فنانين بيتصلوا فيك بس يكون عندهم حفله بسوريا وبيقولوا لك ليه بسوريا؟ لك بيقولوا لك ابو وديع نحن انا عندي حفله بدي دعمك، وانا بعرف شو بتعمل، بترفع تليفون
وبتحكي بدي حفلة تكون فل، وبتحكي أصحابك وبتحكي ناسك وبتقول إذا كنت موجود ليه لما تخطف الضوء مني مش مازال الحفلة. هيدا الحق مظبوط، عم يحكي الحق. مين بيعمل غيرك هيك شيء؟ في فنانين بيتصلوا بفنانين ثانيين؟ كل الناس خير وبركة يا جماعة، ما بعرف حتى بلبنان أخلاقيات الناس ما بعرف أخلاقياتي أنا، بس هيدي واثق منها فيني أحكي عنها. أما أخلاقيات غيره ما بعرف كيف، شو بفكر جوا، شو بفكر براسه، شو في بقلبه، شو نيته على غيره ما بعرفها ولا فيني أعرف. أبو وديع في كثير فنانين بينقال إنه إذا غابوا هالأسماء الفن بيصير بخطر، الفن ممكن يصير بخطر عند غياب مين؟ عند غياب أي أسماء كبيرة. ما خلص قلنا لك خلص المغنى، الغني المغنى خلص مغنى مزيكا خلص. لا كيف خلص؟ في أنت في ملحم بركات، في فيروز، في ودعي الصافي. معلش يمكن احنا صرنا اواخر، شو بعرفني مين انتو؟ ما بعرف مين. ايه اكيد من عمك فنان، شو بنضل نعيدها على طول؟ خلص ما في، ما في ناس عم تشتغل على تامر ملحي يلي ما بيطلعوا اضربوا بالفن مظبوط. وضعي صافي على طول بعمر يا رب يخليه. صحيح. بس عم اسمع بعد عم اغني هلا بقول دخيلك يا رب. هذا شيء ما دخلوا النجاح، ما في اختراعات جديده بالفن، لا عم يخترعوا شيء وجع الراس. الله يسترنا من هالملحنين، شي واحد اهبل، شي واحد عنده كاركتر شكل، شو بعرف يعني. هل بيك لحنت؟ على شو لحنت؟ بحط لي اللابتوب وبحط كيبورد حد هون بيعمل توتوت توتوت يلا شغل اشوف يا عمو انت اشتغل طلع لحن. هيئتك اخذت منهم لعارف تفاصيلهم شو بيعملوا، اخذ منهم هون ايه بيجي لعندي سمعوني اوقات. ايه ما بتاخذ منهم؟ لا باخذ منهم بتسير. انا وحده انت شو بدي اعمل؟ بقول بك يمكن له حظ اذا نجح، ويمكن له حظ ونجح الله يوفقه. مين الملحن اللي بتقول اليوم بعد 35 سنه فن بتقول هيدا ما بستغني عنه، هيدا عطاني احلى ارشيف؟ احلى ارشيف عطاني شكل موجي. شكل موجي من 36 سنه لهلا. ومين من الجديد بتقول ممكن افتح له يعني مجال؟ واللي اكثر من نص ارشيفي ثلاث ارباع ارشيفي شاكر موجي. ما بقى في مثل شاكر موجي اليوم؟ وامجد عطافي كمان. صحيح. صلاح شرنوبي طبعا. عم تذكر كبار هولي صار لهم فتره طويله. طيب بالجديد ما في حدا بيشبههم هلا؟ لو فنانين يعني، بس عم بحكي لك على شاكر. شو شاكر؟ شاكر اما واحد عندي اياه بوسط كلها، وما بعد ما راحت العمالقه كلها القديمين، اخر واحد بلي حمدي الله يرحمه. شاكر فنان كبير. وامجد العطافي لا يكون شأنا يعني. بس تذكر الفنانين مثل بليغ حمدي او غيرهم الفنانين الكبار، بس تذكر انت شهدت على رحيلهم يعني كمان، بتقول الله يستر على اخرتنا؟ هلا بقول الله يستر اخرتنا. ليه؟ وقت كنت انا اصحاب انا والكل ما فكرت اخذ غنيه من حدا. كنت بعدني شاب طالع جديد وعم غني ونجح وبحبوني. ما فكرت اخذ غنية من بليغ من الموزي الله يرحمه كمان. غلطت؟ الله يرحمه عبد الوهاب كمان نطرني ما رحت. شفت؟ غلطة. غلطة كبيرة طبعا. بس كنت ولد. ما كان في حدا حداك ينصحك؟ أو أنت ما كنت ترد على حدا من صغرتك؟ بدي دايما تطلع شهية هلا صار شوي عم صعبية قليل شوي. من على صغر صرت شو؟ من أنت وصغير دايما كترشح؟ لا عن جديد هلا بصوا على الأيام هلا بصوا. في أشياء ما حلوة تسمعها هالأيام بدي دايما ترشح. في شيء ما حلو هالأيام. مش معقول مش عاجبك شيء؟ ما في شيء عاجبك؟ أبدا أبدا أبدا. بس في أصوات أنا بعرف، في أصوات بتقول صوته حلو، وفي بتقول إنه كان يعرف يغني اليوم ما بقى يعرف يغني. قول كتار. طيب قول، خلي الناس تعرف كيف بتفكر وشو بتقول. مين بده يقول؟ على اللي بتشوفهم بيغنوا حلو وما عندهم حظ، وعلى اللي كانوا يغنوا حلو اليوم ليه بطلوا يغنوا حلو؟ مثل مين؟ والله ما برأس حدا. حيط الله. طيب ليه قولك بطلوا يغنوا حلو؟ شو بيلغي الإحساس عند المطرب؟ بني آدم، بني آدم. بني آدم، الله أوقات في شيطان برأس بني آدم، بغيره. المادة، المصاري. إذا كان بعده هيك درويش وفقير وطيب. بيطلع احساسه احلى. يمكن بس يشوف حاله على التلفزيون ثلاث اربع مرات ويقول عنه فنان او غنى على شي مسرح في جمهور كبير يقول خلاص هلا بطل يعرف يغني وبطل يعرف يحكي بطل يعرف يحتك بالناس ويحكي مع الناس مثل ما هو كان. اللي انا نفسيتي من يوم بلشت هلا نفسي لا تغيرت معي ولا شعر
واقسم بالله العظيم صحيح ولا شيء بيأثر فيني. هذا انا هيك معدن الله خلقه عشان هيك